في الفيديو اللي فات وقفنا عند غرق سفينة لوغيان والكنوز اللي عليها والمؤن بتاعت نابليون، ونابليون أصبح مفلس وكان الحل الوحيد اللي قدامه إن هو يفرض ضرائب على المصريين. المصريين متعودين، يعني قبلها مماليك وبعدين اتراك، فما جاتش على نابليون. زود بقى على الكلام ده ان هو ساب بقى الشيخ بونابرتا والتسامح والكيوتنس والدبدوب اللي هو كان فيه، وقرر ان هو يوريهم الوجه القبيح. والموضوع ما كانش بس ضرائب، كان في حاجه اسمها صكوك ملكيه، واللي ما كانش بيعرف يسددها كان بيتنازل عن بيته او ارضه، غير بقى رسوم على الجواز والوفيات والمواليد. اي حد كان بيكح كان بيدفع فلوس. وبدأ بقى الوجه القبيح يوسع منه قوي قوي قوي، وموضوع الكرابيك تشتغل على المصريين. فالمصريين جابوا آخرهم، المصريين قرروا ان هم يثوروا، ودي كانت أول حركة شعبية من غير قادة، اسمها ثورة القاهرة الأولى. المصريين مشوا في الشوارع، جمعوا في أسلحة، حصلت عمليات سرق ونهب، كل حد معاه سلاح بجد أو موس، سكينة، حجارة، كل حاجة. بدأوا يعملوا متاريس للفرنسيين في الأرض، والفرنسيين ما كانوش عارفين يسيطروا عليهم، لحد ما نابليون قرر ان هو يضرب بالمدافع من اعلى جبل المقطم على جامع الأزهر، وادى إشارة للفرنسيين ان هم ياخدوا راحتهم. اقتحموا جامع الأزهر، بصقوا على السجاد، كسروا الأساس، حرقوا الكتب، تبولوا على الحيطان، عملوا كل اللي هم عايزينه. المصريين كانوا في حالة ذهول من اللي بيحصل، ومش مصدقين خالص انه حد ممكن يمس الأزهر، وده طبعا خلى المقاومة تزيد وكل فئات الشعب تشارك. الموضوع ساء جدا من ناحية المصريين في العنف، وساء اكتر من ناحية الفرنسويين في الرد عليهم، لحد ما راحوا مجموعة من الشيوخ يستردوا نابليون ويتحايلوا عليه ان هو يوقف اللي بيحصل ده. نابليون افتكر ان الشيوخ دول هم اللي قوموا الدنيا، واخد منهم 10 وقلعهم هدومهم وضربهم بالنار في القلعه. الامور بدات تهدى شويه في العنف ما بين الطرفين، لكن قررت هنا تركيا ان هي تعلن الحرب على فرنسا، ومعانا عدو اساسي وهو الانجليز. فقرر نابليون برضو ان هو يعلن الحرب على تركيا. ازاي؟ هيحتل الشام. فهنا عندنا العدو الاساسي انجلترا وتركيا والمقاومه الشعبيه المصريه والمقاومة الشعبية في الشام، كل ده ضد الفرنسويين. اتجه على الشام. سوء حظه انه كان والي عكا هو احمد باشا الجزار، والجزار ده ما كانش لقب عيلة، دي كانت مهنة، لانه كان مملوكي بيشتغل في السلخانة في القاهرة. ولاد ابو اسماعيل اللي ما عمرنا سمعنا عن ولاد ابو اسماعيل دول حتى بطبق اليوم. اسمعني ياد قدامي وقول لهم ان هم يفتحوا الطرب بتاعتهم. نابليون بدا يتجه على الشام، ويلحقوا على هناك الاسطول الانجليزي بقياده سير سيدني سميث، ويلحقهم الاثنين الاسطول التركي. وبالمناسبه كان في جندي شاب حليوه الباني اسمه محمد علي، وهو ده مؤسس الاسره العلويه في مصر. احمد باشا الجزار بقى قال لك معارك ايه؟ احنا مش بتوع معارك، هو بتاع سلخانه برضو يعني. قعد على باب القصر ووعد الناس، قال لهم اللي هيجيب لي راس واحد فرنساوي هديله جنيه فضه بس. قعد بقى قدام البيت كده وبدا يلم في الروس. نابليون واجه هزيمه ما بعدها، فاضطر ان هو ياخد ديله في سنانه ويرجع على مصر، بس راح عمل لهم فيها شبح بقى، قال لهم ده انا قتلت الانجليز ودمرت تركيا وموت احمد باشا الجزار وعملت عمايل. بس ما قعدش كام يوم كده وفجاه كت على فرنسا، وساب جواب وقال لهم ما تفتحوهوش غير وقت معين. واللي كان مسؤول عن الجواب ده كليبر، وفتحه لقى المفاجأة ان نابليون كتب الشياكة. طبعا كليبر اتفاجئ وقعد يشتم في نابليون، وما كانش طايقه وكرهه جدا. بس ساعتها عرفت الحملة ان الموضوع ملوش فايدة، ولازم يلموا حاجتهم في 3 شهور ويمشوا. وعشان احنا محظوظين والظروف دايما في صالحنا، قرر سليمان الحلبي ان هو يروح يقتل كليبر، وده طبعا عطل خروج الحملة، وقرروا الفرنسيين هم يقعدوا في مصر وينكلوا بالمصريين اكتر. في اكتر من 300,000 مصري اتقتلوا في 3 سنين، وده رقم كبير جدا بالنسبة لتعداد السكان وقتها. وقاد الحملة جاك فرانسوا مينو او عبد الله مينو، بعد ما اشهر اسلام وتزوج زبيدة بنت البواب وخلف طفل سماه سليمان على اسم سليمان الحلبي بالعند في كليبر، لانه كان بيكره كليبر. فاحنا عندنا مينو كان بيكره كليبر، وكليبر كان بيكره نابليون. ومينو كان جنرال فرنسي ماله هدومه، بس المصريين كانوا مسمينه الفطاطري علشان كان تخين وقصير. وانسحبت الحملة الفرنسية عن مصر سنة 1801، وبعد كده تيجي معاهدة أميان اللي بتقول أو بتنص عن إجلاء الإنجليز والفرنسيين عن مصر
تماما. من ضمن الحاجات اللي استفدنا منها طبعا موسوعة ديسكريبسيون دو لايجيبت، كتاب وصف مصر، كان كتبه أكتر من 150 عالم. فكرة حفر قناة السويس، فكر موس حجر رشيد، التعرف على الأنظمة الدستورية والمحاكمات خصوصا في واقعة سليمان الحلبي، التعرف على حضارة أخرى وثقافة أخرى. طبعا من أهم الإيجابيات دي كان بناء المجمع العلمي اللي تم حرقه في أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، واتحرق معاه وثائق مهمة جدا ومخطوطات عمرها أكتر من 200 سنة. وكده نكون قلنا الخطوط العريضة للحملة الفرنسية على مصر. هنحط لكم أسامي الكتب والمصادر في الديسكريبشن بوكس على اليوتيوب وفي كومنت على الفيسبوك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.